دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة أسيوط. هنشوف هناك هجين جديد من الذرة الرفيعة اسمه آتون، وتم استيراده من الهند، وإنتاجيته مبهرة بالفعل، بتوصل في الحبوب لغاية 28 أردب، أو تتراوح ما بين 24 إلى 28 أردب. أما في السلاج فحدث ولا حرج، بتوصل لغاية 30 طن، ونسبة البروتين لا تقل عن 14%. خليكم معنا. الذرة الرفيعة مشهور قوي زراعتها في محافظات أسيوط وسوهاج والفيوم وقنا. هي مساحتها الإجمالية في مصر حوالي 400 ألف فدان، متوزعة ما بين الأربع محافظات، وبينتجوها كسلاج للعلف لأن البروتين في الذرة الرفيعة 14%، أو كحبوب للطيور أو كغذاء للبشر. بيتعمل منها أحلى عيش في الوجود، العيش الشمسي بتاع الملوخية الصعيدي والويكا. تخيلوا بقى لما يتسجل في مصر هجوم جديد مستورد من الهند اسمه أتون. إنتاجيته بتتراوح ما بين 24 و 28 أردب كحبوب، أو 30 طن كسلاج، وأخره في الأرض 105 يوم بالكتير، يعني تقريبا زيادة 30% في الإنتاج مقارنة بأفضل هجين موجود في مصر، ومقاوم لأمراض المن والندوة العسلية، ومتحمل للملوحة، وفي أقل من سنتين يتزرع في مساحات تتجاوز 75 ألف فدان في الأربع محافظات. يبقى أكيد هجين جبار من الذرة الرفيعة، ويستحق متابعته يوم الحصاد. اللي استورد هجين الذرة الرفيعة أتون من الهند شركة مصرية اسمها فيوتشر انترناشنال للبذور، وحققت نجاح ساحق بيه. وزورنا مع خبرائها محافظة أسيوط عشان نشوف زراعاته وحجم أناديله اللي شايلة خير كتير، ووزنها ولون الحبوب، ونسمع رأي المزارع اللي يوم الحصاد كان في أرضه. تعالوا في البداية نتعرف على الهجين أتون اللي أنتجته شركة جي كي الهندية، ودي واحدة من أكبر شركات البذور الهندية، ده خلال لقائنا مع المهندس هيثم سعودي مدير التسويق والمبيعات في شركة فيوتشر انترناشنال للبذور. وعلى فكرة هو بيمتلك خبرة بتمتد لحوالي 19 سنة في قطاع البذور. عندنا صنف جديد، صنف مهم جدا من الذرة الرفيعة. الزراعة في الصعيد اكتساح، هو الذرة الرفيعة دي المزارع في الصعيد بيحبها لأن هي بتوفر له علف وممكن تستخدم في التغذية. تمام. قدمنا له حاجة أنا شايفها هدية. طبعا طبعا. إيه اللي في إيد حضرتك ده؟ إيه أتون ده؟ أتون دوت ده هجين ذرة رفيعة. ده استيراد من شركة جي كي الهندية. تمام. وده مسجل باسم شركة فيوتشر انترناشونال للبذور. الصنف ده زي ما حضرتك قلت ده هدية للفلاح. اكتشفناه ازاي عندهم في الهند؟ احنا قيمناه بعين، احنا شفناه، نزلنا الاول عملنا سيرش كده بالنسبة للماركت في السوق، فابتدينا نشتغل على دماغ الفلاح هو محتاج ايه. قال انا محتاج هجين ما يرقدش، يجيب لي انتاجية كويسة، حبايته بيضة، وكان مركز قوي على حتة الحبوب البيضة دي، تكون الحباية بيضة وبولد كبيرة ومدورة. هقول لك على حاجة كمان. اتفضل. اللي انا شايفه كمان عاجبني قوي فتحه القنديل. دي بقى ميزه، يعني في هواء، في شمس بتدخل جواه، مش مقفول زي الاصناف اللي عندنا. هي دي ميزه في الصنف دوت، لان اي صنف بيبقى كومباكت بيبقى مقفول، فده بيبقى عرضه للاصابه بالمن، والاصابه بالمن هنا يعني تفحم. تفحم بالظبط، يعني رمى العود كله. بالظبط كده، ما بيجيبش معاه محصول. فلما تجيب له هجين زي كده بيقاوم واقل عرضه ليه، لان زي ما حضرتك قلت كده متفتح بالمنظر دوت، فده بيدخل له الشمس والضوء، فما بيأثرش فيه المن ولا بيوصل لمرحله التفحم اللي هو يقدر يقضي على المحصول. صحيح. تمام. فده بيبقى حاجه كويسه جدا. فابتدينا من هنا اشتغلنا على الكلام ده، وبدينا نجيب ونقيم تحت اشراف وزاره الزراعه. تحت اشراف الوزاره بتسجل وبتشوف، واحنا في المحطه البحثيه بتاعتنا بتاعت الشركه بنقيم، نبتدي نشوف ونقيم مع في المحافظات بقى، محافظات الذره الرفيعه في مصر، الفيوم وفي اسيوط وفي سوهاج وهنا، لحد ما قدرنا نوصل بشهاده الناس ان كل الناس بتقول احنا عاوزين الهجين ده. هو فين الهجين ده؟ مش بتجيبوه ليه؟ لا لا لا، ده هجين يتبسم عليه بالعشرة. بالظبط كده. فالحمد لله قدرنا ان احنا نوفره، وبعد ما سجلناه استوردنا منه. في عندنا بعض الوكلاء، عندنا وكلاء في محافظه الفيوم وفي اسيوط وفي سوهاج، والنهارده الحمد لله الناس كلها بشهاده الجميع بتقول ان اتون رقم واحد في مصر واقوى هجين سرجن في مصر، وده اللي احنا مخططين له ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احكي لنا عنه بقى، مميزاته، طريقه زراعته، المسافات بتاعته، تسميده وميته. هو دلوقتي ده صنف مبكر، مدته من 95 ل 105 يوم في الارض، بيتحمل درجات الحراره عاليه،
وان هو مقاوم للرقاد وان هو مقاوم للتفحم ومقاوم للبياض وللندوه العسليه. كميه التقاوي الفدان بالنسبه في بعض الشركات الثانيه بتزرع ب 5 كيلو فدان، احنا عندنا ال 5 كيلو بتزرع 30 قيراط. فترات الري بتاعته ما بياخدش ميه كتير زي الملوحه قد ايه؟ والملوحه بتحمل لحد 2000 جزء في المليون بنفس الانتاجيه ولا نفس الانتاجيه؟ نفس متحمل الملوحه الانديل الضخم ده، نفس الانديل الضخم ده بتحمل الملوحه العاليه. تمام. وبعدين نسبه التسميد بتاعته بتكون قليله، مش زي على خلاف الذره الشامي ممكن ياخد 150 يعني وحده ازوت، ده ممكن ياخد 30 وحده ازوت مثلا، من 30 ل 50 وحده ازوت. والنهارده الهجين دوت فيه ميزه مش موجوده في اي هجين تاني، الهجين دوت ثنائي الغرض سلاج وحبوب. كم وكم يعني النهارده احنا بنقول في الحبوب ممكن يجيب لي من 24، وهو بالفعل بيجيب كده من 24 ل 28 اردب. في السلاج تقريبا حوالي الاراد حوالي طن وربع، يعني بنتكلم في حوالي برضو من 25 ل 30 طن ما شاء الله. ونسبه البروتين بالنسبه فيه بالنسبه للسلاج ممتازه جدا 14%. غير بقى ان احنا عملنا النهارده تجربه فريده من نوعها، ان احنا النهارده ده كان بيتزرع معروف ان الدره رفيعه تقول وانت همك كده واجي قبلي. النهارده احنا عملنا تجربه في واجي بحري في الدقهليه، وعملنا تجربه في محافظه الاسماعيليه، والاثنين كان ليهم نجاح غير عادي ومردود عالي جدا بنفس نفس اللي انت شايفه دوت موجود في واجي بحري. خلي بال حضراتكم، شركه فيوتشر انترناشونال للبذور عندها هجين دوره جديد مسجل فردي اصفر كود F18، يعني لسه ما اتعملوش اسم تجاري، وهيطرح لاول مره في شهر ابريل 2022. بينتج سلاج من 35 ل 40 طن، وحبوب من 4.5 ل 5 طن، وبنسبة بروتين 9.6%. وعلى فكرة وزن العود بالكوز 2 كيلو و 300 جرام، والكوز بالغلاف 900 جرام، وعدد الصفوف 18 ل 20 صف، والبذور في الصف الواحد من 48 ل 50 بذرة، يعني هجين نموذجي. جبنا الصنف ده كده وخلاص، حتى وانت بتحطه بتحط التكريم كده. طبعا تكريم طبعا. ايوه جبنا الصف ده كده وخلاص، وهنعيش عليه كام سنه ولا في تطوير وابحاث شغاله بحيث ان احنا نطور كمان انتاجيه؟ شركه فيوتشر انترناشونال احنا عندنا احنا شغالين في اتجاهين. هو البتاع ده ما يقلش عن نص كيلو على فكره، الواحد بس عندي الواحد صح؟ عندي الواحد ما يقلش عن نص كيلو. ممكن لا احنا عايزينه كيلو. في ابحاث وصلت لكده ان شاء الله بنحاول نوصل، ان احنا عندنا عندنا هجينين تاني موجودين بالنسبه للدره الرفيعه، توت وصنف خوفو، دولت لسه ان شاء الله دولت مسجلين وجاهزين وبنبتدي ننوع عنهم دلوقتي، وان شاء الله هننزلهم بس واحده واحده في السوق، لان الناس لسه ما شبعتش من الاتون، الناس لسه عاوزه الاتون وعاوزه يعني لسه فلسه ان شاء الله ده جاي باذن الله، بنوعد الفلاح بالكلام دوت وباذن الله. وعندنا في الدره الشامي بقى عندنا برنامج بحوث محترم، عندنا 3 هجون تحت تسجيل في الدره الصفراء، وعندنا بالنسبه في الدره البيضاء هجينين، وشغالين دلوقتي على اصناف الوزاره، والحمد لله شركه فيوتشر من الشركات اللي بتصدر دلوقتي، يمكن الاولى بتصدر بكميات كبيره في الجزائر دلوقتي وبعض الدول اللي موجوده العربيه بالنسبه للذره الصفراء. عندنا كميات من هذه النوعيه من الذره للتوسع السنه الجايه ان شاء الله باذن الله، في طلبات كبيره إن شاء عشان نتوسع فيها، في طلبات، وان شاء الله نكون عند حسن حظ الناس ونقدر ان احنا نوفر لهم الطلبات وفي المواعيد المناسبه وبالمواصفات الفنيه اللي هم عاوزينها، عشان نشوف في الاخر الفلاح يبقى مبسوط بالشكل ده. بننزل له بدعم فني، بننزل فيه دعم فني موجود ومواعيد الزراعة، وفي إرشادات مع كل شكارة هتنزل، في إرشادات مع عدد الزراعة وكل مواصفات الزراعة بتاعته. دلوقتي هنقابل عمرو بدر مدير تطوير الأعمال في شركة فيوتشر انترناشونال للبذور، وهنناقشه في قضية خطيرة جدا، وهي مدلول بطاقات الاستدلال على شكارة البذور وأهمية الحصول عليها من تاجر مرخص. وبالمناسبة لازم تحتفظ دايما بالفاتورة والعبوة ببطاقاتها الداخلية والخارجية، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة تعرف ترجع على الشركة المنتجة للبذور. الدولة النهاردة بتنفذ نظام مهم جدا، هو التسجيل المسبق للشحنات. مظبوط. عايز اعرف اثره على قطاع التقاوي عامل ازاي؟ اثره هيبقى مفيد جدا، لان احنا بالنسبه لشركه فيوتشر هي متخصصه في المحاصيل الحقليه، وعلى راسها هجين سورجم اتون، ده من اقوى واعتى اصناف الذره الرفيعه حاليا في مصر. فبالنسبه لنا احنا كنا عندنا مشكله تكاد تكون مخفيه، بس بدات تظهر معانا على السطح من السنة اللي فاتت، وهي مشكلة البلو تاج أو البطاقة الزرقاء اللي بتكون موجودة على كل عبوة. البطاقة دي كنا بنفتقد ليها، أو الشهادات اللي كانت مفروض تبقى مصحوبة للبذور دي، شهادات اسمها الـ OECD، لأن الهجين ده تم التفتيش الحقلي عليه وتم تسجيله في البلد صاحبة المنشأ. خلينا نفهم الناس، لما تشتري التقاوي دي تحديدا او اي تقاوي خاصه بالمحاصيل الحقليه، مظبوط، لازم تلاقي بطاقه زرقاء تحتها بطاقه بيضاء
عليها ستيكر الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. لازم يكون ثلاث حاجات لازم تاخد بالك منها بالظبط. لازم يكون مفحوص بره مصر تمام، ده اللي متاكده البطاقه بالظبط. لا زرقة. التفتيش الحقلي اللي هو البطاقه الزرقاء اللي تم التفتيش الحقلي عليه في دوله المنشا تمام، بالاضافه الى ان هو بتيجي هنا في مصر بيتفحص معملي وبيتحط عليه الاستيكر بتاع الاعتماد من الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي. الاستيكر ده بيبين ان الصنف تم اعتماده، فلو لقيت عبوه مش عليها البطاقه الزرقاء مش عليها الاستيكر بتاع الفحص والاعتماد ما تشتريهاش. بالمناسبه شركه فيوتشر انترناشونال للبذور عندها مفاجاه مهمه، 2 هجين مسجلين كنز وبريمو بيتزرعوا من شهر مارس لشهر يونيو، وهي اعلاف صيفيه لمزارع الوجه البحري وبتنتج 6 حشات، وارتفاعها بيوصل ل 2 متر وسكر وبروتين عالي وسهله الهضم. نجحتم في ان انتم تدخلوا بالتقاوي المصريه او البذور المصريه لغايه امريكا واوروبا والدول شمال افريقيا. تمام. فتحنا الاسواق ازاي؟ في الحقيقه احنا ابتدينا لما ابتدينا الشركه 2015 2016 كانت مرحله تنظيم اداره وخطط واستراتيجي، ما كانش فيه تواجد على الارض قد ما كان فيه منظومه بتحاول تدرس، بنعمل دراسات جدوى في كل القطاعات علشان نقدر نعرف الباب اللي هنقدر ندخل منه للمزارع المصري ونقدم له حاجه جيده. فحسينا ان احنا لسه معانا وقت ان احنا ما نخشش السوق المصري في يعني من اوسع ابوابه، فحبينا ندخل الى الاسواق الغربيه لان احنا علاقاتنا جيده جدا في امريكا وفي اوروبا وفي هند وباكستان. هم مرحبين بانتاجنا من البذور جدا، يعني على سبيل المثال احنا عندنا اصناف الذره الشاميه، دي طبعا اصناف معهد البحوث ووزاره الزراعه المصريه، صفراء وبيضاء. صفراء وبيضاء بالظبط. صفراء وبيضاء الاصناف دي احنا بنعبيها وبننتجها هنا عندنا في مصر وبنغربلها وبنعملها معامله تكاد تكون عالميه، وبنقدر نصدرها وندخلها لدول الشرق الاوسط، والحمد لله منافسه شركات عالميه كبيره جدا جدا. السيد صبحي مكاوي هو رئيس شركه فيوتشر انترناشونال للبذور، هيعرفنا دلوقتي بالشركه وخطتها والهجن الجديده اللي بتسعى لتسجيلها والدخول بيها للسوق المصري. ركزوا معايا. الشركات الوطنيه اللي بتشتغل في قطاع التقاوي بتحقق نجاح كبير جدا لانها فاهمه المزارع عايز ايه. سياستنا ايه في الشركه وبدانا امتى؟ شركة فيوتشر انترناشونال للبذور تأسست وتكونت سنة 2015 وكان بين مجموعة من الشباب المصريين برأس مال مصري 100%، وبدأنا نعمل إنتاج الأول للذرة الشامية 2017. التقاوي دي بتاعت حضراتكم يعني الشركة هي اللي أنتجتها؟ أيوة. وصدرنا منها للجزائر وصدرنا برسيم لأمريكا وألبانيا. الإنتاج تحت إشراف وزارة الزراعة؟ طبعاً 100% وزارة الزراعة. وعملنا لها كل إجراءات. أيوة. أتون مستهدف منه إن إحنا ناخد 50% من الماركت شير. هل في هجوم جديدة سواء من الدورة الرفيعة أو الشامية نازلين بيها؟ إحنا حضرتك عندنا 4 أصناف متسجلة في وزارة الزراعة. عندنا أتون وده احنا مسمينه الكينج الملك لان مفيش مصر بيلعب بادي بيلدنج بتاع يعني عضلات دي حقيقه. عندنا توت بالشكل ده حقه يعمل عضلات، ده الصنف الوليد. عندنا خوفو بادئ من 2019، لكن اتون هو اللي احنا شغالين بيه في الوقت الحالي. عجباني فكره الاسماء الفرعونيه دي، ده صنف هندي. هي الاصناف حاطين عليه الهند. دي اصناف متعارف عليها. والدوره الرفيعه هي تحت بتندرج تحت الاسماء الفرعونيه، ومن حقك ان انت تغير الاسم بتاعها وتخليه اسم مصري سهل التداول ما بين المزارعين. هو بينزل من بره باسم فرعوني مصري، يعني احنا بنجيبه باسم فرعوني مصري. الاصناف دي طبعا مسجله ببلدها، بلد المنشا. وزاره الزراعه مسجلينها في وزاره الزراعه. احنا بلد المنشا يعني ده مسجل هناك مزروع هناك، وزاره الزراعه الهنديه اشرفت على زراعته في بلده. ايوه صح كده. ايوه وتاني حاجه ان احنا مسجلينه هنا، يعني احنا قعدنا اشتغلنا عليه من 2017. الوزاره اشرفت على انتاجه وتشوف الجوده بتاعته وتشوف الكواليتي وتشوف هل هو مناسب او ملائم للمناخ المصري ولا لا. وقعدنا سنتين بنعمل الوزاره بتعمل ابحاث وتجارب عليه، والحمد لله من احسن واجود الاصناف اللي موجوده في مصر. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس صفوت شوقي وكيل شركه فيوتشر انترناشونال للبذور في اسيوط، وطبعا بذل مجهود كبير لتعريف المزارعين بالهجين الجديد اتون لدرجه زراعه 75 الف فدان منه. اسيوط من اكبر المحافظات اللي بتزرع فيها الذره الرفيعه تمام، الناس عندها اصناف ومرتاحه لها،
دخلنا عليهم بصنف جديد اكتسحنا لان المزارع اقتنع. مظبوط. ده مجهودك. مظبوط. عملنا ايه؟ هو حضرتك اول ما الشركه نزلت الصنف نزلت كميه قليله قوي. زرعنا عند ناس يعني في قرى ومراكز كميات كده قليله الاول سنه، فالناس شافت الذره فطلبتها. السنه دي جبنا كميه اضعاف اضعاف، وزعناها على محافظه الفيوم واسيوط وصهاج. ممتاز. وزرعت باكملها في الثلاث محافظات، فالحمد لله يعني ثبتت وجودها، ونسبه انباتها نسبه عاليه خالص 95%. في التكلفه احسن من الذره الشاميه. الذره الشاميه بتاخد ميه كتير وبتاخد كيماوي اكتر، فده اوفر له بالنسبه للفلاح، اوفر وبيديله انتاجيه اعلى. وانتاجيه اعلى، وفي نفس الوقت الشكاره الخمسة كيلو بتزرع من 24 جرات لغايه 30 جرات على حسب ايد الفلاح. الذره الرفيعه اتون اللي مزروعه في اسيوط وزرنا يوم حصدها موجوده في ارض المهندس احمد عبد العزيز عضو مجلس اداره شركه المقاولون العرب سابقا والمزارع فقط حاليا. تعالوا نقابله. المهندس احمد عبد العزيز مهندس مدني بيزرع في اسيوط، واول ما انتبهنا تجربه اتون في ارضه. ايوه تمام حقيقه. اخباره ايه معاك؟ الفرق بينه وبين الاصناف الثانيه؟ الفرق كبير. يعني انا زارع ارض، يعني زارع في الدوره دي حوالي 30 فدان. تمام. دي اول مره اجرب هنا الاتون والتوت. والتوت الاثنين. هو الصنف الجديد اللي لسه الصنف الجديد فيه. بمجرد ثقتي في الموزع وثقتي في الشركه عندهم، لانه برضو لما بيكلموني بيكلموني بالعلم. بالعلم بالعلم هي اللي هيطلع صحيح. نمنع الاستيراد، خيرنا لينا، البلد تستفيد واحنا نستفيد. هو ده المطلوب في التنميه الزراعيه. تكلفته في الزراعه اقل ولا ازيد من الاصناف الثانيه رغم انتاجاته الكبيره دي؟ نفس اقل كمان. اقل. ازاي؟ ممكن تشرح لي يعني اوفر يعني معاك كميه اليوريا واللي انا حطيته للزرع اقل بحوالي 50 كيلو او 100 كيلو في الفدان. لما شفت الزرع بعد ما طلع يعني انا حسيت ان انا كان ممكن اتوسع اكتر. بس عشان ده برضو عشان اعرف انا استفيد واهل بلدي يستفيدوا، فالموضوع ينتشر، يبقى المحصول يزيد، الناس يبقى العائد اكتر، وخاصه بعد الافات اللي زادت العسليه والندوه السنه دي. طبعا فرقت كتير، مقاوم ليها فعلا مش كده؟ جدا. جدا فرقت كتير كتير. يعني الموسم اللي جاي هتتوسع في زراعه اتون؟ اكيد. مساحتها قد ايه ممكن توصل هنا في اسيوط او في قريه؟ انا كشخص ممكن ازرع 30 40 فدان، انما في البلد ممكن يبقوا 500,000 بعد الناس ما شافت. لان انا بجيب الناس بتشوف، وانا قاصد التجربه ان يبقى في المكان ده. ايوه الناس تتعلم المكان ده ممر. بالضبط. الناس شايفه، مش انا اللي بقول، لا الزرع هو اللي بيقول. فالكل مصر ان شاء الله السنه القادمه مع شركة فيوتشر هنتوسع في الدورة دي، وهنتوسع في الأصناف الأخرى اللي هم عندهم، في سواء خيار سواء برشيم سواء دورة شامي، كل ده هنتوسع فيه إن شاء الله. هجين الدورة الرفيعة أتون مفاجأة كبيرة فعلا في محافظات الوجه الإبلي وكمان الوجه البحري. قلنا إنه نجح في الدهلية والإسماعيلية، ولو ما تزرعش بطرق التكثيف اللي متعودين عليها الإنتاجية هتعلى، والأنديل هيدينا محصول زيادة كل ما نخف النباتات حواليه. ولازم نلتزم بضوابط وزارة الزراعة في الري والتسميد، يعني الري كل أسبوع والتسميد حسب التوصيات ونوعية التربة بدون مبالغة، لأنه في الأساس مش محتاج غير كميات محدودة في التسميد. ومبروك نجاح الهاجين أتون.